من هو الأمير هاري؟ اسمه هنري تشارلز ألبرت ديفيد، معروف بصورة عامة باسم هاري. ولد في 15 من سبتمبر سنة 1984، هو ثاني أبناء ولي العهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز. يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. قام هاري بإطلاق ألعاب انفيكتوس في سنة 2014 ولا يزال راعي المؤسسة الخاصة بها، ويقوم أيضا برعاية العديد من المنظمات الأخرى بما في ذلك منظمة هالو تراست وماراثون لندن الخيري ومؤسسة المشي مع الجرحى The Walking with the Wounded. في 19 من ماي 2018 تزوج من الممثلة الأمريكية ميغان ميركل، منحته جدته الملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من حفل الزفاف ألقاب دوق ساسكس وإيرل ديمبارتون وبارون كيلكيل، وكلها من ألقاب النبلاء بالمملكة المتحدة. في يوم 6 ماي 2019 أنجب نجلهما الأول إيرتشي ماونت باتن وينتسور. تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية التي يتخرج منها جميع ضباط القوات البرية البريطانية. علاقته مع الصحافة ليست على ما يرام وخصوصا المصورين، وكانت آخر صدماته معهم أن تشاجر مع أحد المصورين بالأيدي قبالة إحدى الحانات الليلية، وأجبره والده ولي العهد البريطاني على الدخول لمشفى خاص للعلاج من أدمان الكحول. وعلى الجانب العاطفي كان مولعا بشريكته الشقراء السابقة تشيلسي ديفي التي تحمل الجنسية الزيمبابوية، حيث يعمل والدها رئيسا لإدارة مزرعة في زيمبابوي. وقد انفصل الاثنان في سنة 2009 لأنه على ما يبدو تشيلسي كانت تشعر بالحنين إلى الوطن ولم تحب جو لندن. وعلى الرغم من أن هاري حاول أن يثنيها عن قرارها أو يقنعها بالرجوع عنه إلا أنها رفضت، وقد قرر الاثنان في النهاية أن يصبحا صديقين. في 27 نوفمبر 2017 أعلن عن علاقته بالممثلة السابقة ميغان ميركل، حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم، وأنهما ينويان الزواج في العام القادم أي سنة 2018. أقيمت مراسم حفل الزفاف في 19 من ماي لنفس السنة في كنيسة سان جورج بقصر ويندسور، داعيان 600 شخص لزفافهما. وفي المساء حضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروج مور هاوس بقيمة يقيمه الأمير تشارلز، وهو والد الأمير هاري. تم إرساله في منتصف ديسمبر 2007 إلى ولاية هيلمند جنوب أفغانستان تحت غطاء من السرية في مهمة تستغرق 14 أسبوعاً، وذلك بعد اتفاق غير معتاد تم التوصل إليه بين وسائل الإعلام والجيش البريطاني، وذلك خوفاً على سلامته. وأصبح عندها أول عضو من الأسرة المالكة البريطانية يرسل إلى منطقة قتالية منذ أكثر من ربع قرن، إلا أنه تمت إعادته بعد تسرب أنباء إرساله إلى أفغانستان قام بكشفها صحفي أمريكي على موقعه الإلكتروني المعروف باسم دروج ريبورت. ويعتقد أن خبر وجوده في أفغانستان تسرب أول الأمر إلى صحيفة أسترالية في شهر جانفي 2008، لكنه لم ينتشر حتى وقع بين يدي موقع دروج ريبورت الأمريكي. كان هاري يرابط رفقة زملائه بمدرسة قرآنية سابقة، وكان من مهامه استدعاء غارات جوية وتحديد أهدافها والخروج في دوريات الراجلة. وقد كان سيخدم بالعراق، ولكن ألغي قرار السماح له بالذهاب إلى العراق في آخر لحظة خوفا على سلامته. حدث الطلاق بين والديه الأميرة ديانا والأمير تشارلز سنة 1996، وبعد سنة واحدة من الطلاق توفيت والدته في حادث سير مع خطيبها دودي الفايد ابن رجل الأعمال المصري الشهير محمد الفايد، وكان عمر هاري آنذاك 12 عاما. ولكن في 9 من يناير 2020 أعلن هاري وزوجته ميغان أنهما يعتزمان التنازل عن دورهما كعضوين رفيعي المستوى في العائلة المالكة. وذكر الأمير هاري وزوجته في بيان أنهما سيعملان ليصبحا مستقلين ماديا، وورد في بيان للزوجين أنهما سيوزعان وقتهما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وسيستمران بالقيام بواجباتهما تجاه المملكة والملكة ومسؤوليات الرعاية التي اطلعا بها.
وأضاف أن هذا التوازن الجغرافي سيمكننا من تربية ابننا على التقاليد الملكية التي ولد وسطها، وفي الوقت ذاته سيمنح العائلة فرصة للتركيز على المرحلة القادمة من حياتنا، وخصوصا إطلاق المؤسسة الخيرية الخاصة بنا. أدى ذلك إلى أن تعلن الملكة إليزابيث الثانية في 13 يناير 2020 أنها وافقت على رغبة هاري وميغان في حياة أكثر استقلالية، وقررت أن ينتقلا إلى العمل بدوام جزئي إلى كندا. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قالت ملكة بريطانيا: أجرت عائلتي اليوم مناقشات بناءة حول مستقبل حفيدي وأسرته.